مساء الخير أعزائي المشاهدين وأرحب زملائي في الاستوديو. طبعا موضوعنا اليوم هو منوع حول افتتاح البنك الأهلي العراقي بمدينة أربيل. خليكم يعني وخلينا نشوف هذا المصرف ونشوف شنو امتيازاته عن المصارف الأخرى العراقية. خليكم يعني من مدينة أربيل. شنو اللي يتميز بهذا المصرف من مواصفات جديدة تختلف عن المصارف الأخرى العراقية؟ المصرف الأهلي العراقي مصرف قديم، مصرف خاص تأسس في أواسط التسعينيات من القرن الماضي، لكن في ظروف تحد من إمكانية تحركه في نظر الانقطاع عن العالم الخارجي. بعد 2003 حدثت تغييرات معروفة، أنه صدرت قوانين جديدة تنظم عمل المصارف، قانون البنك المركزي وقانون المصارف وقانون الاستثمار. الحقيقة أنه البيئة التجارية والاقتصادية لا تنجح ما لم تكن هناك مصارف جيدة قادرة على خدمة هذه النهضة في الاقتصاد العراقي. نتمنى لفرع البنك الأهلي العراقي الموافقية، ونقدم كافة التسهيلات الموجودة في الأقليم بالنسبة لوزارة المالية إلى المصرف الأهلي العراقي للقيام بنشاطه الذي فتح من أجلها. وذكرت أن البنك الأهلي الفرع اللي يفتح الآن تسلسل 69 فرع فتح في الأقليم، هذا دلالة على استقرار الأمن والاستقرار في الأقليم. 2، النشاط الاقتصادي المتسع والمتزايد في الأقليم. المصرف الأهلي العراقي هو من قبل معتمد من قبل البنك المركزي العراقي وضمن تعليمات البنك المركزي في إقليم كردستان. البنك الأهلي العراقي مملوك بنسبة 82% من قبل كابيتال بنك الأردن، وهذا جانب من جانب الاستثمار في إقليم كردستان ليساعد على تسهيل المعاملات المصرفية في بين إقليم كردستان والعالم الخارجي عن طريق بنك كابيتال بنك في الأردن، وهذا مؤشر إيجابي وبساعد النشاط التجاري خاصة في مجال الاعتمادات المستندية ومجال الحوالات المصرفية ضمن تعليمات وأنظمة البنك المركزي العراقي. شلون نشوف هذا المصرف الأهلي العراقي بمدينة أربيل وشنو انطباعاتك حول هذا المصرف؟ المصرف البنك الأهلي العراقي مصرف يعني من أجل أربيل وفتح بأربيل دعم كامل، يعني حول بالنسبه للتسهيلات من اعتبره من الاوائل من البنوك اللي تقدم تسهيلات كل زينه للمواطنين للمستثمرين للشركات اللي موجوده، ونتامل ان شاء الله تقدم اكثر واكثر، ونبارك لها على افتتاح فرعهم الجديد ان شاء الله. كان معكم لبرنامج شباب وبنات حمزة عثمان السومرية.